يعني من الخوف اللي بيطرد الإنسان ممكن تعبر عن هذا الخوف عن طريق البكاء، هو واحد من الحلول البكاء. ولكن أنا هون طرحت عدة نصائح معينة كيف إحنا ممكن نخفف هذا القلق أو هذا الخوف أو هذا الاضطراب بتخفيفه عملياً بدخول عملية البكاء. فالبكاء موجود لأنه بنظرها يعني مش بكاء إنه فقر زي واحد متضايق نفسيته بيكي مثلاً مرة، ممكن يظل مستمر البكاء معه لفترة طويلة بس مش لازم يسن. يعني البكاء هو حالة طبيعية، ولكن إذا هو مستمر إذا كل الوقت هو دائم، إذا هو لفترة زمنية طويلة، إذا هون صار في نوع من الحالة المرضية معينة فلازم يعني يعوض عن هذا البكاء بطريقة ثانية. صح هو تعويض أو هو تعبير عن إشي معين، قلق معين، خوف معين موجود، فنحن بنعبر عنه عن طريقة البكاء. ولكن هو إذا استمر وإذا كان دائم وكان لفترة زمنية طويلة والأسباب هي نفسها، إذا هون صرنا في حالة مرضية معينة. هاي الحالة المرضية بحاجة لأكثر علاج، أوكي، لأكثر تدخل في الحالة نفسها حتى ينعرف بالضبط ليش هاي المرأة أو هاي الصبية أو هاي البنت هي عم بتعمل أو ليش هي عم تبكي لهاي الدرجة. أوكي، فهاي الحالة اللي هي بحاجة لأكثر يكون في تفاصيل. أنا عندي سؤال. كيف حالك؟ أنا تطلع هالطول اليوم العاشر، اليوم اللي انبسطت، مش أنا بس بدك أم زي ما تقول. في حالات فهمتها كمان. إيش؟ الواحدة لما بتطلع في قسم كبير يعني، بقول لك اليوم العاشر، كنت وقفت فيه، بس كيف حالة بس أنا بتعيش حياتها كده. أول شيء تتعلق بالشخص نفسه والشخصية نفسها وكيف هي شايفة الأمور. ثاني شيء استعدادها للعملية، هل هو كان في عندها استعداد أو هو كان مفاجئ. ثالث شيء تتعلق في الظرف اللي هي موجودة فيه. مش كل الأسر نفس الشيء، مش كل المجتمع نفس الشيء، مش كل حالات نفس الشيء. فأحياناً الدعم الخارجي هو ممكن كثير يساعد، والدعم الخارجي هو جداً أساسي في هاي عملية التوافق بهاي المرحلة الجديدة اللي هي عايشة فيها. القلق اللي كثير بيقلق، القلق يعني ليا يعني القلق كله، شو بدل مرضي ولا من ضغوطات الحياة ولا الوحدة؟ أنت بتقصدي عن القلق في الليل ولا القلق بشكل عام؟ القلق في الليل، في كثير من بيقلق مثلاً القلق في الليل. أنا حابب أحكي شغلي، القلق عملياً هو مش حالة مرضية. قلق هو إيجابي، قلق هو حالة إيجابية. إنسان بيقلق من بده يعمل شغلة معينة، لأن هو فكر فيها، هو بدرسها، هو الهدف تبعونا إنه ينجح ويجتازها بطريقة جيدة، فعشان هيك الإنسان بيقلق. الإنسان لو إنه بيقلقش على المهام اللي بده يعملها أو على الأمور اللي بفكر فيها، كان بيكون الفشل بكثير أكثر. ولكن القلق في النوم اللي هو يعني قلت النوم كمان مرة، أنا قلت ممكن يكون نتيجة شغلة مرضية عضوية معينة يعني صحي، أوكي، ممكن يكون نفسي اللي هو ممكن يكون نتيجة اكتئاب معين موجود في الإنسان أو المرأة موجودة فيه، عشان هيك هي دائما بتقلق. وقلنا هون بتخف قضية الأكل، الشهية للأكل، للنوم أو الإفراط في النوم أو بالأكل. يعني كمان اللي بيناموا كثير يعني نفس الإشي، هاي عوارض مثل اللي بيناموش كثير ومثل اللي بيقلقوا كثير، اللي بياكلوا كثير وكمان مثل اللي فقدوا الشهية على الأكل، هاي نفس العوارض. بالنسبة لإنسان إكس، أنت حكيت إنسان إكس أنت حكيت حالة نفسية أو اكتئاب ممكن يروح ياخذ دواء أو يكون في تبولة معينة في علاج معين. بالنسبة لهذا الإنسان العلاج ما ساعدوش يعني نفسي، أما بالنسبة للدواء بغطيها النوم. كيف ممكن يلاقي حد ثاني غير هيك؟ العلاج هو عن طريقتين، أو دواء أو علاج نفسي، أوكي، أو أحيانا ثنتين سوا. في ناس في حالات معينة دواء مثلا في هذا مش علاج، هذا مش معناته علاج، دواء معناته مش علاج. أوكي، إذا لازم مراجعة الدكتور كمان مرة، لا طريقة العلاج بالدواء. ممكن كمان معالجة أخصائي نفسي، أوكي،
رح كمان مرة تفحصي قضية العلاج النفسي، أوكي؟ علاج النفسي، مش كل الناس تتعامل بنفس الطرق في العلاج، ومش كل الناس مناسبة لها نفس الطرق في العلاج. يمكن تروح عند أخصائي وبيشوف بهاي الطريقة العلاج، ما هي طريقة متبعة، ولكن لألك أو لألي أو لإكس معين مش مناسبة هاي الطريقة. إذا في عدة طرق، في عدة طرق في العلاج النفسي. نفس الشيء في عدة طرق في العلاج بالأدوية، أوكي؟ ممكن كمان بحالات اللي هي أكثر مركبة أنت بحاجة لاثنين سوا، يعني من ناحية بياخذ أدوية، من ناحية ثانية كمان بنفس الوقت هو بياخذ علاج نفسي. كمان مرة 90% من الحالات، أكثر من 90% من الحالات يعني بتتعالج، ولكن في نسبة معينة اللي هي كثير كثير بتكون مركبة، اللي هي أحيانا صعب الواحد يوصل لعلاجها. مثلا كيف بيروح للطبيب النفسي؟ بيعنوش يعني للي حواليه، بس القسم من العلاج لازم اللي حواليه ولازم يكونوا عارفين عشان يساعدوه في العلاج. بفتكر لازم يكون في اشتراك من العائلة من الأهل معه، لازم يعلن ولا لازم، لأنه الإشي دائما سري بيكون إنه رايح على دكتور نفسي، هذا أبصر شو ماله يعني عقليا أو إشي بيكون نظروا له هيك أي نظرة. العلاج النفسي هو متعدد. العلاج النفسي هو بغيرش الواقع، أوكي؟ هو بغيرش الناس اللي موجودين نحن معهم، بغيرش الواقع الموجودين فيه، بغيرش البلد الموجود فيها، أوكي؟ ولكن هو بيساعد الإنسان على كيف يقدر يتعامل مع هذا الواقع اللي موجود فيه بطريقة سليمة. يعني تخفيف، أوكي؟ لا مش قضية تخفيف. الإنسان أحياناً ممكن واجه مشكلة معينة بيعرفش كيف يتعامل معها، أوكي؟ فالعلاج النفسي مش بيحل له المشكلة، وإنما بيعلمه كيف يتعامل مع هاي المشكلة بطريقة سليمة، أوكي؟ فالعلاج النفسي هو بيعلم الإنسان أو بيساعد الإنسان على كيف يجابه هاي المشاكل اللي بتصير حواليه وكيف يقدر يتغلب عليها. هو لازم يتغلب. إذا أنا لقى حلول يعني. أوكي. العلاج النفسي بيساعده كيف يتغلب عن طريقة إيجاد الحلول. اوكي كيف يتغلب على هذه الشغلات؟ العلاج النفسي مش يغير المحيط، يعني انا اذا جيت قلت لاصحابي لاهلي انه انا عم بروح، اوكي ممكن كثير تساعد، ممكن احيانا المعالج النفسي يحتاج انه يدعيهم لجلسه معينه، يوجههم بطريقه معينه حتى يعني يقصر عمليه العلاج ويسرعها، طيب؟ ولكن مش هذا الهدف من العلاج، مش هذا الهدف من العلاج، اذا غيرنا هذول الاشخاص اوكي فهذا الانسان ممكن ينتقل لاشخاص ثاني كمان ما يعرفش يتعامل معه اذا وقع نفس المشكله. فالعلاج النفسي هو مساعده الانسان على مجابهه المشاكل والمحيط اللي بصير معه بغض النظر شو هو هذا المحيط، اوكي؟ بغض النظر انتقل من مجتمع لمجتمع، من عائله لعائله، من مدرسه لمدرسه، من ظرف لظرف، اذا هو تكون عنده القدره على التاقلم بشكل جيد مع كل ظرف هو بيتواجد فيه. اوكي يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.